بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا إلى قول الإمام رحمه الله، وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه في قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها، قال ابن عم لها كان حكيما. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قول الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها، قال: ذكر لنا أنه رجل حكيم من أهلها قال: القميص يقضي بينهما، إن كان قميصه قد من قبل إلى آخره. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه تعالى مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: وشهد شاهد من أهلها، قال: ليس بإنسي ولا جان، هو خلق من خلق الله تعالى. وفي لفظ قال: قميصه مشقوق من دبر، فتلك الشهادة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي رضي الله عنه قال: كان في قميص يوسف عليه السلام، كان في قميص يوسف ثلاث آيات: حين قد قميصه من دبر، وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا، وحين جاءوا على قميصه بدم كذب. عرف أن الذئب لو أكله خرق قميصه. قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا، قال: عن هذا الأمر والحديث، واستغفري لذنبك أيتها المرأة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله: يوسف أعرض عن هذا، قال: لا تذكره. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، قال: حلما. قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أخرج ابن جرير
وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد شغفها حبه قال غلبها. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد شغفها قال قتلها حب يوسف. الشغف الحب القاتل، والشغف حب دون ذلك، والشغاف حجاب القلب. وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن قوله تعالى قد شغفها حبا، قال الشغاف في القلب في النياط، قد امتلأ قلبها من حب يوسف عليه السلام. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت نابغة بني ذبيان وهو يقول وفي الصدر حب دون ذلك داخل، وحول الشغاف غيبته الأضالع، وفي الصدر حب دون ذلك داخل، وحول الشغاف غيبته الأضالع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد شغفها حبا قد علقها حبا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه أنه كان يقرأها قد شغفها حبا قال بطنها حبا. قال وأهل المدينة يقولون بطنها حبا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي رضي الله عنه في قوله قد شغفها حبا قال الشغوف المحب، والمشغوف المحبوب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يقرأها قد شغفها حبا ويقول الشغف شغف الحب، والشغف شغف الدابة حين تذعر أو تذعر أي تخاف. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية رضي الله عنه أنه قرأ قد شغفها حبا قد شعفها حبا بالعين المهملة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله قد شغفها حبا قال هو الحب اللازق بالقلب. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان رضي الله عنه قال الشغاف جلدة رقيقة تكون على القلب بيضاء، حبه خرق ذلك الجلد حتى وصل إلى القلب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه قال إن الشعف والشغف يختلفان، فالشعف بالعين المهملة في البغض، والشغف في الحب. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد العباداني قال رجل ليوسف عليه السلام إني أحبك، فقال له يوسف لا أريد أن يحبني أحد غير الله، من حب أبي من حب أبي ألقيت في الجب، ومن حب امرأة العزيز ألقيت في السجن. قال رجل ليوسف عليه السلام إني أحبك، فقال له يوسف لا أريد أن يحبني أحد غير الله من حب أبي ألقيت في الجب،
ومن حب امرأة العزيز ألقيت في السجن. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه قد شغفها حبه، قال دخل حبه في شغافها. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله قد شغفها حبه، قال دخل حبه تحت الشغاف. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قول الله تعالى قد شغفها حبه، يقول هلكت علي حبه. وأخرج ابن جرير عن الأعرج رضي الله تعالى عنه أنه قرأ قد شعفها حبه بالعين المهملة، وقال شغفها حبا يعني بالغين المعجمة إذا كان هو يحبها. قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله فلما سمعت بمكرهن قالت بحديثهن. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان رضي الله عنه في قوله سمعت بمكرهن قال بعملهن، وقال كل مكر في القرآن فهو عمل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ رضي الله عنه في قوله وأعتدت لهن متكأ قال هيأت لهن مجلسا. وقال وكان سنتهم إذا وضعوا المائدة أعطوا كل إنسان سكينا يأكل بها، فلما رأينه عليه السلام قال فلما خرج عليهن يوسف عليه السلام أكبرنه قال أعظمنه ونظرن إليه وأقبلن يحززن أيديهن بالسكاكين وهن يحسبن أنهن يقطعن الطعام. وأخرج ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأعتدت لهن متكأ قال أعطتهن أترنجا أترنجا وأعطت كل واحدة منهن سكينا، فلما رأينا يوسف عليه السلام أكبرنه وجعلن يقطعن أيديهن وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترنج. وأخرج مسدد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المتكأ الأترنج، وكان يقرأها خفيفا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله متكأ قال هو الأترنج. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من وجه ثالث عن مجاهد رضي الله عنه قال من قرأ متكئا شدها فهو الطعام، ومن قرأ متكئا خففها فهو الأترنج. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سلمة بن تمام أبي عبد الله القسري رضي الله عنه قال متكئا بكلام الحبش يسمون الأترنج متكن. وأخرج أبو الشيخ عن إبان بن تغلب
عن أبان بن تغلب رضي الله عنه أنه كان يقرأها واعتدت لهن متكا مخففة قال الأترنج. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله واعتدت لهن متكأ قال طعام وشراب وتكأ. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله متكأ قال كل شيء يقطع بالسكين. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه قال أعطتهن ترنجا وعسلا فكن يحززن الترنج بالسكين ويأكلن بالعسل فلما قيل له اخرج عليهن خرج فلما رأينه أعظمنه وتهيمن به حتى جعلنا يحززن أيديهن بالسكين وفيها الترنج ولا يعقلن ولا يحسبن إلا أنهن يحززن الأترنج قد ذهبت عقولهن مما رأينا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ما يكون هذا ما هكذا يكون البشر ما هذا إلا ملك كريم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق دريد بن الجاشع عن بعض أشياخه قال قالت للقيم أدخله عليهن وألبسه ثيابا بيضا فإن الجميل أحسن ما يكون في البياض فأدخله عليهن وهن يحززن ما في أيديهن فلما رأينه حززن أيديهن وهن لا يشعرن من النظر إليه فنظرن إليه مقبلا ثم أومأت إليه أن ارجع فنظرن إليه مدبرا وهن يحززن أيديهن بالسكاكين لا يشعرن بالوجع من نظرهن إليه فلما خرج نظرن إلى أيديهن وجاء الوجع فجعلن يولولن وقالت لهن أنتن من ساعة واحدة هكذا صنعتن فكيف أصنع أنا قل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزير بن الكميت بن زيد بن الكميت الشاعر قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت جدي الكميت يقول في قوله فلما رأينه أكبرنه قال أمنينا. وأنشد في ذلك لما رأته الخيل من رأس شاهق فهلنا وأكبرنا المني المدفقة لما رأته الخيل من رأس شائق من لما رأته الخيل من رأس شاهق صهلنا وأكبرنا المني المدفقة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد ابن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين في قوله فلما رأينه أكبرنه قال لما خرج عليهن يوسف حضن من الفرج من الفرح لما خرج عليهن يوسف عليه السلام حضن من الفرح. وقال الشاعر نأتي النساء لدى أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: فلما رأينه أكبرنه، قال: أعظمنه وقطعن أيديهن، قال: حزا بالسكين حتى ألقينها وقلن حاش لله، قال: معاذ الله. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف والخطيب في تالي التلخيص عن أسيد بن يزيد أن في مصحف عثمان وقلن حاش لله ليس فيها ألف. وأخرج ابن جرير عن أبي الحويرث الحنفي أنه قرأها: ما هذا بشرا، أي ما هذا بمشترى، ما هذا بشرا، أي ما هذا بمشترى. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: إن هذا إلا ملك كريم، قال: قلنا ملك من الملائكة من حسنه عليه السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أساس رضي الله عنه قال: لما قررنا وطابت أنفسهن، قالت لقيمها: آتيهن ترنجا وسكينا، فآتاهن بهن، فجعلن يقطعن ويأكلن، فقالت: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن: ما شئت. فأمرت قيمها فأدخله عليهن، فلما رأينه جعلن يقطعن أصابعهن مع الأترنج وهن لا يشعرن، فلا يجدن ألما مما رأين من حسنه عليه السلام. فلما ولى عنهن قالت: هذا الذي لمتنني فيه، فلقد رأيتكن تقطعن أيديكن وما تشعرن. فقال: فنظرن إلى أيديهن فجعلن يضحكن ويبكين. قالت: فكيف أصنع؟ فقلنا: حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا. وأخرج أبو الشيخ عن منبه عن أبيه قال: مات من النسوة اللاتي قطعن أيديهن 19 امرأة كمدا. وأخرج الإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطي يوسف وأمه شطر الحسن. وأخرج ابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني رحمهم الله جميعا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني رحمهم الله جميعا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان وجه يوسف عليه السلام مثل البرق، وكانت المرأة إذا أتت لحاجة سترى وجهه مخافة أن تفتن به، أن تفتتن به. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي يوسف عليه السلام وأمه ثلث حسن خلق الإنسان في الوجه والبياض وغير ذلك. وأخرج أبو الشيخ عن إسحاق بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان يوسف عليه الصلاة والسلام إذا سار في أزقة مصر تلألأ وجهه على الجدران
كما يتلألأ الماء والشمس على الجدران. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أي البصري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا، وأعطي الناس الثلثين. وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قسم الله الحسنى 10 أجزاء، فجعل منها 3 أجزاء في حواء، و3 أجزاء في سارة، و3 أجزاء في يوسف، وجزءا في سائر الخلق. وكانت سارة من أحسن نساء الأرض أي جمالا، وكانت من أشد الناس غيرة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ربيعة الجرشي رضي الله عنه قال: قسم الله الحسنى نصفين، فجعل ليوسف وسارة النصف، وقسم النصف الآخر بين سائر الناس. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه قال: قسم الحسن 3 أقسام، فأعطي يوسف عليه السلام الثلث، وقسم الثلثان بين الناس، وكان أحسن الناس عليه السلام. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال: كان فضل حسن يوسف على الناس كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء. وأخرج الحاكم عن كعب رضي الله عنه قال: قسم الله ليوسف عليه السلام من الجمال الثلثين، وقسم بين عباده الثلث، وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله تعالى. فلما عصى آدم عليه السلام نزع منه النور والبهاء والحسن، ووهب له الثلث من الجمال مع التوبة. فأعطى الله ليوسف عليه السلام ذلك الثلثين، وأعطاه تأويل الرؤيا: وإذا تبسم رأيت النور من ضواحكه. قوله تعالى قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. حاشا. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاستعصم قال امتنع. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله فاستعصم قال فاستعصى. قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أخرج سنيد في تفسيره وابن أبي حاتم عن ابن عيينة رضي الله عنه قال: إنما يوفق من الدعاء للمقدر. أما ترى يوسف عليه السلام قال: رب السجن أحب إلي، قال لما قال اذكرني عند ربك أتاه جبريل عليه السلام فكشف له عن الصخرة فقال: ما ترى؟ قال: أرى نملة تقضم. قال: يقول ربك أنا لم أنس هذه، أنساك؟ أنا حبستك، أنت قلت
رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.